رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولله الحمد. رب اغفر لي ولوالدي سيدنا محمد. نتذكر ونعيش ما يجري في فلسطين الحبيبة مع معاني الفرح التي أذن الله تعالى بها في هذا اليوم، إلا إن أننا كأمة، وإلا أننا في هذا البلد الطيب المبارك نبقى بعين على القدس وعلى فلسطين وعلى أهلنا في كل ما يجري في فلسطين. وأقول كلمة بصوت عالي: نحن معكم يا أهل القدس ويا أهل فلسطين ويا أهل غزة، أرواحنا فداكم ودماؤنا لكم وعقولنا ودعاءنا لكم، النصر لكم 100%. احنا سعداء، ولكن ينتابنا يعني حزن على يعني على الموقف الشديد اللي فيه إخواننا في فلسطين، وندعو لهم بتوحيد الصف، توحيد الكلمة إن شاء الله، والله يشد من أزرهم ينصوهم إن شاء الله. بهاي المناسبة السعيدة نهنئ الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد، ونشكر وزارة الأوقاف على هذا الترتيب الرائع وهذا الحفل المهيب، ونتمنى من الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان أيام أزمنة عديدة، وأن يكون الأقصى محرراً بإذن الله. بدي أحكي لأخواننا فلسطين كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله أنكم بتضلوا فرحانين للأبد معنا، وإحنا أخوانكم للأبد يا فلسطين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.